نعمل بقى شوربة البطاطس باللحم المجفف او البيف بيكن. نقول على المكونات: لحم مجفف، كرفس، بصل، كريمة لباني، زبدة، بطاطس مسلوقة، مرقة، وطبعا هنظبط ملح وفلفل، هنستعمل خلاط، وهنستعمل نقطتين زيت بس مش موجودين في الوصفة عشان الزبدة ما تتحرقش. هبتدي الاول، انا هعمل طبق واحد، ممكن ناخد بصلة واحدة صغيرة. ومادام هنستعمل الخلاط او هنستعمل الخلاط اليدوي او الطهي المنزلي، ايا كان الاداة اللي هنستعملها، مش لازم نقطع الحاجة صغير قوي، يعني كده هيبقى ظريف جدا. حتى البيف بيكن مش هقطعه صغير، انا عايز الزبدة نقطة زيت، هاخد دول كده معلقة ونص زبدة، كل معلقة 20 جرام. نحط بيف بيكن على طول، والبصل. اللذيذ بقى في الشوربة دي ان البطاطس مسلوقة، فمش محتاجة وقت خالص، يعني مش تاخد وقت مننا. يمكن مجرد ما هتغلي غلوة واحدة هطلعها من على النار وابتدي افرمها وهتبقى جاهزة. هاخد الكرفس، سيب شوية خليهم دول هنا كده اتحطوا على الشوربة من فوق. وهاخد معلقة صغيرة من الملح مليانة. الحلة دي بتسخن، نقلب بقى كده ايه المكونات تمتزج مع بعض. وعادة ما يفضلش قوي ان شوربة البطاطس تبقى حراقة، يعني الا طبعا اذا كنتوا حضراتكم بتحب، ممكن نحط عليها بقى هوت صوص في الاخر، بس في الطبخ ما يفضلش قوي انها بتبقى حراقة. كده الريحة بقت تمام. نحط البطاطس الاول قبل الكريمة اللباني، علشان محتاج ان البطاطس نفسها تاخد طعم البيكن وتاخد طعم البيف بيكن والبصل والكرفس مع بعض. تقليبة كده بس. شوربة البطاطس بقى مش زي شوربة السمك، شوربة السمك بنخلي بالنا واحنا بنقلب، فبنقلب بالراحة علشان الايه السمك ما يتهريش او يتقطع او يتفتفت. انما شوربة البطاطس احنا عايزين نفتفتها، يعني عايزين نفرمها على قد ما نقدر، فنقلب براحتنا من غير اي قلق. اي مرقة تنفع، خضار، لحمة، فراخ، سمك، لا يفضل لو خضار او لحمة عشان في بيف بيكن، بس انا بفضل دايما الخضار. حط بقى شوربة الخضار كده كلها او المرقة يعني. وزي ما قلت لحضراتكم مش محتاجة وقت خالص خالص، مجرد ان هي تاخد اول غلوة اول لما هشوف بقللتين كده طلعوا هفصل النار او هطفي النار، وهبتدي الخطوة اللي بعدها اللي هو استخدام الخلاط اليدوي او الخلاط المتاح.